الخوذ التي توضع على الرأس ولن يسمح لمن لم يلتزم باللباس بالقلص. وشكرا. ونشاهد وفترتنا الصباحية لهذا اليوم تحمل 22 وقد أكملنا بالشوط الماضي 15 شوط ويتبقى مع هذا الشوط الذي تشاهدونه على شاشة التلفزيون 7 أشواط. إذن ما زالت الانطلاقات متواصلة وما زالت الإثارة حاضرة في هذا الميدان. أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء فاصل ونتواصل مع انطلاقة الشوط القادم. وفي قلبي الرحمن الرحيم. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، أيها الأخوة الكرام، انطلق قبل قليل الشوط 16 في برنامجنا الصباحي لهذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات ولسن الحقائق وفئة البكار والقعدان سوية في هذه الفترة الصباحية. الله، أرى أعداد كبيرة تشارك في هذا الشوط، أتمنى لهم التوفيق. لكل الأخوة المشاركين، الأخوة ملاك الهجن الذين أعدوا العدة لي على مدار عام كامل، موسم كامل لهذا المهرجان الغالي على قلوبنا، المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو، على سيف حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونذهب مباشرة لنرى مقدمة الشوط أيها الأخوة الأعزاء. إذن نرى مقدمة الشوط في هذه اللحظات هملول لمتعرض بن سالم المتعرض العفاري، بينما اللي يخطف مقدمة الشوط في هذه اللحظات السداوي. السداوي يخطف المقدمة مع أول كيلو متر مقطوع لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، بينما النقلة على المركز الثالث. عطنا المركز الثالث يا مخرجنا، المتألق شيقر لنهيام بن محمد بن ركاض العامري، ولكن ينخطف من تحت أقدام عنيف لحمد بن برقان بن مقارح. المركز الخامس حد شاف لي رقم المركز الخامس اللي يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل مشكور لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي، هو من أتانا واحتل المركز الخامس. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة، نعود إلى الصدارة مع الصدارة في هذه اللحظات تحت أقدام السداوي. السداوي هو من يسيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور، وتعود ملكية السداوي لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، هو من سيطر. الله، السداوي سيطر على مقدمة الشوط، سيطر على المركز الأول، سيطر على موقع الأضواء، ولكن اللي رافع راية التهديد وقادم هملول لمتعرض بن سالم المتعرض العفاري. وإلا الله، السداوي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، وليس السداوي بل السداوي، بينما السداوي لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي المركز الثالث. المركز الثالث عنيف لحمد بن برقان بن مقارح، بينما المركز الرابع أيها الأخوة الأعزاء شيقر لنهيام بن محمد بن ركاض العامري، بينما المركز الخامس تأخر قليلا لنأخذ المركز الخامس، لنرى خامس المراكز في هذه اللحظات القدوم من قبل. في هذه اللحظات المركز الخامس يحتل شكلان لمنصور بن راشد بن عفيشة الشهواني، ولكن في تغيير، حدث التغيير من قبل مشكور لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي على خامس المراكز. نعود إلى مقدمة الشوط والعود أحمد، نعود إلى مقدمة الشوط إلى من غير المجريات على حين غفلة وغرة منا، هملول لمتعرض بن سالم المتعرض العفاري. و1600 متر يا المتعرض، 1600 متر تفصلك عن
ناموس هذا الشوط وعن الله وعن ناموس الشوط، عن ناموس الشوط يا سلام. 1500 متر بينما المركز الثاني في هذه اللحظات عنيف 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 لحمد بن مرقان بن مقارح. المركز الثالث السداوي لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. المركز الرابع وهذا نداءنا للمرة الرابعة على التوالي، أرى فيه شيقر لنهياب محمد بن ركاض ولكن ينخطف من قبل الذهب لبراك بن مبروك الرشيدي. المركز الخامس أول نداء لشجاع لعلي بن حميد الرز الشامسي. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى هملول لمتعرض بن سالم المتعرض العفاري المتعرض. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء يعترض على كل المشاركين بأنه هو صاحب هذا الشوط، صاحب هذا الشوط حتى هذه اللحظات، ولكني أرى المركز الثاني، لكني أرى شعار بن برقان يعترض على هذه الصدارة. عنيف 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 يحتل المركز الثاني. أيضا أرى التسلل من قبل المركز الثالث السداوي لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. أيضا المركز الثالث قادم للمنافسة، هذا شجاع لعلي بن حميد الرز الشوبسي. اختلط الحابل بالنابل على المراكز المتأخرة. أرى المركز الثالث في هذه اللحظات الذهب لبراك بن مبروك الرشيدي. إذن المركز وأرى الدخول، أرى الدخول من قبل هملول لسهيل بن حمد بن محمد بن يطبع العامري. ولكن أيها الأخوة الأعزاء هملول لمتعرض بن سالم المتعرض. الله بدأ الانطلاق هملول، بدأ المقادرة، ولكن يا سلام يا سراب لمحمد بن الروية الخيالي. سراب وكذلك سراب هملول لسهيل بن حمد بن محمد بن يطبع العامري خطف المقدمة في هذه اللحظات، خطف في هذه اللحظات سراب. الله يا سراب لمحمد بن روية الخيالي، وما حد يقدر يلحق السراب. الله الله يا سراب. سراب مشاهدينا الأعزاء قفل على الشوط، ولكن ما زالت الخطورة قادمة من هملول لسهيل بن حمد بن محمد بن يطبع. الله 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 يا سراب. هملول وسراب الله الله. هملول مشاهدينا الاعزاء يحسم مجريات هذا الشوط لراشد ليسهيل بن حمد بن محمد بن يطبع العامري. بينما المركز الثاني سراب لمحمد بن روية الخيالي. المركز الثالث شاهين لحمد بن ناصر الفهد النعيمي. بينما المركز الرابع شجاع لعلي بن حميد الرزي الشامسي. بينما المركز الخامس أصبح من نصيب هملول لمتعرض بن سالم المتعرض العفاري. هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة الأولى. تهانينا وألف مبروك، وها هو يصل إلى خط النهاية على شاشة التلفزيون هملول. قطع المسافة في 6 دقائق 25 ثانية 11 جزء من الثانية. تهانينا لمالك هملول سهيل بن حمد بن محمد بن يطبع العامري على فوزه في هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتى في ثاني المراكز في هذه اللحظات على شاشة التلفزيون. يا ليت تعيد اللقطة مخرجنا. إذن المركز الثاني والثالث أحيلها إلى خط النهاية وإلى لجنة التحكيم. المركز الثاني والثالث ما بين سراب محمد بن روية الخيالي، وكذلك المركز الثالث وكذلك شاهين لحمد بن ناصر البهد النعيمي. يدفع صدق وغلا في حب